زيد تعدي الكرش. خاصني نحيد العشاء. شوف الفيديو اش من علاقة عند الوجبة ديال العشاء انها تحيد لك الدهون ولا انها تحيد لك الكرش. هادشي اللي غنشوفو في هذا الفيديو. بقاو معانا. كما قلنا الجمله اللي ديما كنسمعها واللي ديما كيسمعها اي واحد مع عدة العيالات الرجاله اي واحد تيشوف كيتزاد عندو الكرش تيقول لك على العشاء خاصني نحيد العشاء. اش من علاقه عند العشاء بالكرش؟ واش هو الوجبه الوحيده لان اللي كدير الكرش؟ هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس بحال ردوا بحال المعتقد ديال انه لا حيد العشاء راه غيحيد الكرش. لا بغيتي تكون فحال هاد الفورم هادي ديال هادي ولا ديال هذا خص تعرف ان هاد النوع ديال الناس انه راه تياكل 6 مرات في النهار. انت ما كتاكلش 6 مرات في النهار. الا جينا نحسبو كتفطر وكتغدى وكدير كاسكروت وكتحيد العشاء يعني يلاه كتاكل 3 وجبات حتى 4 وجبات. ف هاد الفورم هادي كتاكل 6 وجبات ورغم ذلك ما عندهاش الكرش. فهو الخطا من العشاء ولا الخطا من حاجه اخرى؟ اللي خصنا نعرفو انك الا بغيتي تحيد الكرش فراه ماشي هي العشاء انك تحيد العشاء. واخا تحيد العشاء كاين اللي تيقولك انا ما تناكل والو والكرش كتزاد ليا وكنغلط، فراه الخطا هو انك ما تتحسبش السعرات الحراريه ديالك اللي محتاج ليهم الجسم ديالك. ف الا ما حسبتيش السعرات الحراريه زائد انك ما كتاكلش ماكله صحيه. نعطيو مثال، فانت غضرب ليا واحد القصريه ديال الرفيسه ضاربه ما شحال فيها من شحال من سعر حراريه دار وحيدتي العشاء بحال ما دار شي والو. هاكل العشاء علاش حيدتي العشاء؟ خليته هو زيد كمل. فواحد كيضرب المرقه ولا كيضرب واحد 4 خبزات في طبسيل ديال المرقه الصباح هو كيغمس وتيقول لك نحيد العشاء، خلي العشاء ما عندك علاش تحيدو. فالخطا الاول اللي كيديرو الجميع والمشكل راه ماشي في العشاء. واخا تحيد العشاء وتحيد الفطور وتحيد كلشي وغتبقى غلط لانك ما عارفش شنو كتدخل لذاك الفم ديالك، ما حاسبش الكميه الغذائيه اللي داخل لذاك الجسم. وباش تحسب الكميه الغذائيه يعني السعرات الحراريه اللي محتاجها من الجسم الكربوهيدرات ولا الفيتامينات ولا البروتينات ولا النسبه ديال الدهون هادشي كامل باش تحسبه خاصك تكون كتاكل ماكله صحيه. فما يمكنش تمشي تاكل ماكله ديال الزنقه ولا تشري كاسكروت ولا تضرب بيتزا وداكشي، هادوك ما يمكنش تعرف شحال ديال السعرات الحراريه فيهم، يكون واحد التقدير ولكن ماشي مضبوط 100%. فاهم حاجه تقدر تاكل العشاء تبقى تاكل العشاء ما وتحيد الكرش. هادي الفكره اللي سمعت انك تقدر تبقى تاكل العشاء ديالك والكرش غتحيد. الطريقه هي كيفاش؟ لانك تاكل ماكله صحيه، وماكله صحيه مع انك تحسب شحال ديال الكالوري او السعرات الحراريه اللي غتدخلها الجسم ديالك. فمثلا واحد عنده في عنده حنايا واصل واحد 100 كيلو ولا شي حاجه يعني خاصو ينقص، وعنده عنده الكرش عنده الشحمه عنده شحال من حاجه يعني خاصو ينقص من السعرات الحراريه ديالو. ف في هاد الوجبات ديالك يكونوا صحيين، الفطور يكون صحي يعني تكون حاسب شنو كتاكل في الفطور، عارف شحال كتاكل. مثلا كليت شربت كاس ديال الليمون، كليت واحد الجبيضات مقليين، وكليت واحد الطرف ديال البان كومبلي ولا شي، ولا درت واحد 100 غرام ديال الشوفان. هاد الوجبه هادي انت عارف شحال صحيه اول حاجه، وثاني حاجه انك عارف شحال كالوري دخلتي في ديك الوجبه. فالشوفان غتعرف 100 غرام شحال فيها، غتعرف البيض شحال فيه، غتعرف يعني دخلتي بروتين ودخلتي كربوهيدرات. تقدر تكون عندك واحد احنا واحد 400 ولا 450 حتى 500 كالوري واحد سعره حراريه في هذه الوجبه. فكنجي للغدا عاوتاني كناكل الرز، نحسب شحال ديال الرز، واحد 100 غرام 150 غرام على حسب السعرات الحراريه ديال النهار ديالي. ناكل معاهم واحد الطرف ديال الدجاج ولا اللحم ولا باش يكون توازن، حيت ديما التوازن في الكربوهيدرات يكون شويه ديال البروتين يكون شويه من الفيتامينات. ضرب واحد الشالاده، ضرب شحال من حاجه يعني الفيتامينات ضروري. فنجي عاوتاني للعشاء
ولا الكاسكروت ونضربها معاك ونحاسب السعرات الحرارية ديالي. فإلى أنا عندي مثلا دابا واصل واحد نديرو حنا عندي واحد 4000 كار وسعرة حرارية في الجسم ديالي وباغي نبدا نقص، يعني هذيك 4000 خصني نرد 3800 بقى غالي 3700 وانا كنشوف الجسم ديالي، باش نرد لداكشي خصني ناكل ماكلة صحية ونحسب الوجبات ديالي. ف فكرة شنو هي؟ ان فكرة ديال انك تحيد العشاء وما تبقاش تقاد، واخا تبقى تريني تي راه ما تريني وتاكل ماكلة اللي رفيسة ولا الكسكسو ولا المرقة ولا اللي جات كتاكلها فحال اللي كتكب ماء في الرمل، ما غاتستافد والو. واخا تحيد العشاء وتحيد السحور وتحيد الشرب ما عادش ناو، ما غاتستافد والو. فالاستفادة 100% باش توصل واحد الفورمة بحال ما كنديك، واحد الفورمة قية واحد الفورمة يعني انت اللي باغيها، واحد الجسم صحي. هي الفورمة الخارجية راه ماشي مهمة بقدر ما انه داكشي الصحيين داخليين راه مزيان، انك تعجن انك تحيد داك الدهون ديالك والوزن ديالك كيولي وزن مقبول، كتقدر تحرك يعني المفاصل ديالك كيكونوا مرتاحين، يعني القلب ديالك مرتاح، يعني الكوليسترول عندك ناقص. راه ماشي غير المظهر الخارجي، راه بزاف ديال الحوايج. راه شوفوا الناس اللي غلط تلقى عندهم مشكل في الركاب، عندهم مشكل في المفاصل، عندهم في الظهر كيضرهم، يعني بزاف ديال الحوايج. فانك ملي كتحيد الوزن راه صحيا راه مزيانه، وباش تبقى صحي خاصك تاكل ماكله صحيه. وديك الساعه ملي كتقاد واحد البروغرام ديالك ديال الماكله الصحيه عباش كتحسب لي الكالوري يعني السعرات الحراريه، وكتشوف انت على حسب الجسم ديالك بغيتي تزيد راه كتزيد واحد الطريقه اللي كتكون صحيه، بغيتي تنقص راه كتنقص لي الكالوري ديالك، كتكون عندك واحد الميزان بحال هكا. ف هذيك النظريه ولا هذيك الفكره ديال انك نحيد العشاء تزاديت في الكرش خصها، ولا شحال واحد شحال واحد كتلاقى معاها ولا واحد يقول وانا حيت العشاء وما طرا والو ما نقص ما والو شي، وحيت العشاء وباقي كتضرب كتغدى بالخبز والمرق. لا يعقل، راه ما عمر وصل شي حاجه. ولا حيت العشاء وباقي كي وكيلي كاع ما كياكل والو تيقول لك انا ما كان نقص. طبيعي ما تنقص لانك انت ما حاسبش السعرات الحراريه، ما عادش حاجه كتدخل لهذاك الجسم، فخاصك دير واحد الريجيم. هذاك الريجيم ماكله صحيه وتحسب السعرات ديالك الحراريه وكلش شي. الا درتي بحال ماكا كون اكيد انك غتوصل للهدف ديالك، حيت ما يمكنش ما توصلش للهدف ديالك وانت مقاد دير جميع الخطوات اللي خاصها دير وجميع الخطوات الصحيحه. ف كما قلنا فكره ديال هذيك العشاء بلا ما تعشى لا حقرا حيت العشاء، هذه فكره غلطه. الدليل قدامكم كما قلت لكم، راه بنادم ما بقاش كاع كيقول العشاء، كيقول الوجبه الاولى الوجبه الثانيه الوجبه الثالثه، يعني كيقول 6 7 الوجبات في النهار، ورغم ذلك الجسم ديالو مزيان. علاش؟ لانه حاسب السعرات الحراريه اللي خاصو، عارف شنو كيدخل لذاك الجسم، كياكل ماكله صحيه. فالهدف هو اننا نبدلو شويه الفكر ديال بنادم وناكلو ماكله صحيه، ماشي ما فيها باس مره كما يقولوا انك تاكل مع الدار تراب عليه، هذاك الشيء ماشي مشكل ولكن ما يكونش ديما. فاهم حاجه تقاد البروغرام ديالك ديال الماكله، تقاد زائد هادشي كامل الماكله، خصك تقاد الماكله عابش الرياضه. انا راه ديما كنقول ان الماكله والنظام الغذائي وكل ما يتعلق بحاجه سميتها الغذاء فيها واحد 98 حتى 99%، وكتبقى واحد في المية ولا جوج في المية هي الرياضة. فميمكنش تبقى دير في الرياضة وانت ما مقادش واحد النظام الغذائي، راه ما توصل حتى شي حاجة. فالنظام الغذائي مع الرياضة مع الراحة مع النعاس بكري مع غتوصل للهدف ديالك. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، غندور فيديو جديد ان شاء الله كيفاش تحسب السعرات الحرارية، غيكون فيديو جديد ان شاء الله، والله يعاون.